اللحوم معنا خبر يعني مهم جدا، واعتقد ان هو يعني هيلاقي استحسان كل الناس. اسعار اللحوم بتواصل تراجعها داخل الاسواق تزامنا مع اجازه عيد الفطر وتراجع عمليات البيع والشراء داخل محلات الجزاره والاسواق طبعا المحليه، لان احنا عارفين ان احنا ده موسم اسماك مملحه بعد رمضان مباشره. عشان كده سعر كيلو اللحمه البلدي انخفض بقيمة 50 جنيه خلال الأيام اللي فاتت. احنا معانا على التليفون الأستاذ مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. أستاذ مصطفى أهلا بيك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة، وكل عام وانتم طيبين ومصر كلها بخير. وحضرتك طيب، هو خبر كويس جدا ومهم في الفترة دي طبعا. الأسباب أولا اللي أدت لانخفاض، وبعدين 50 جنيه مبلغ مش قليل ان سعر كيلو اللحمه ينخفض بيه. وانخفض من حوالي شهر كده بالتدريج لغايه دلوقتي حوالي 50 جنيه. بمعدل مثلا 10 جنيه كل اسبوع في خلال الخمس اسابيع اللي فاتت. تمام. وطبعا حضرتك عارف ان احنا في العيد الصغير مفيش اقبال على اللحوم يعني. ده حقيقي. بس وانخفاض الاعلاف طبعا. انخفاض الاعلاف دي نقطه مهمه طبعا بعد عمليه الافراج الجمركي عن الاعلاف والمستلزمات الخاصه بالدواجن واللحوم. طيب يعني تقريبا نقدر نقول السعر الرئيسي كام دلوقتي؟ اللحوم البلديه تتراوح من اول 350 لغايه 450، بعد ما كانت من 400 لغايه 500. من 350 ل 450. اللحوم المستورده مثلا بدايه من 220 لغايه 300. 220 ل 300 المجمد. ال 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 ايه المرشح بقى للنزول اكتر من كده؟ احنا نامل ان شاء الله ان بعد العيد برضه يستمر النزول. لو استقرت اسعار الاعلاف برضه وقعدت تنزل تاني ان شاء الله اللحوم البلديه برضه بتنزل اسعار مع نزول الاعلاف. ايوه احنا محتاجينها تنزل عن 350 كمان ان شاء الله. يا رب نامل خير ان شاء الله. طيب ال السوق حاليا عامل ايه بقى في بعد النزول ده؟ لا هو دلوقتي حاليا كل الجزارين اغلبتهم اجازات. حتى المجزر اجازه. فمش هتبان يعني الا بعد اسبوع اسبوعين كده. طيب معلش، هو حضرتك قلت لي ان هو السعر بيتراوح من 350 ل 450، الفرق ل 450 الفرق ده بيجي منين يعني؟ لا ده فرق نوع، ده فرق نوع. فرق نوع. في جاموسي، في بقري. في صغير، في كبير. في صغير، في كبير. بس بدايتها من 350 اللحوم البلديه. 350. هي كانت في رمضان اخر حاجه كانت وصلها كام في رمضان؟ اعتقد كانت 330 باين ولا كام؟ لا كانت 380 اسف تقريبا. قبل رمضان تقصد ولا في رمضان؟ قبل رمضان كانت اغلى. طبعا لما ابتدت تنزل الاعلاف الحمد لله حصل نزول، ويا رب النزول يستمر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. لما بس دلوقتي في حاله من الاستقرار الحمد لله رب العالمين. طيب ليه؟ ونأمل ان هي تنزل اكتر من كده. كلنا نأمل طبعا ان هي تنزل اكتر من كده، بس انا عايز اقول لحضرتك يعني انا في الاقاليم بنلاقي اللحمه اقل من القاهره مثلا. التفاوت ده بيجي منين؟ يعني هل مثلا اعتماد على اعلاف يعني حاجات غير الاعلاف بالنسبه للاقاليم مثلا؟ لا هي دي تكاليف النقل والخسيه. لان احنا اصلا الحاجه دي بتيجي من المحافظات مش من القاهره. يعني المحافظات بتربي وبتبعت للقاهره، مثلا في الصعيد بيتبعت للقاهره، المسافه طبعا كبيره، العجل بيخس وبياخد وقت عقبال ما بينزل هنا. مثلا في مزرعه او حاجه عقبال ما ياكل تاني ويرجع يسترد الوزن بتاعه بيقعد فتره، زائد طبعا تكاليف النقل. ده السبب، ده السبب الرئيسي. انما الفروق مش بتبقى كبيره جدا يعني. طيب احنا داخلين كمان شهرين ان شاء الله في حل بقى. المفروض لازمه اللحوم ناخد بالنا منه. ايوه لان اللحوم دلوقتي بقت مرتبطه بالدولار، وده مؤشر مش كويس. المفروض نتجه لزراعه الاعلاف هنا في مصر. تمام. دي اهم نقطه وهي دي مربط الفرق. هو اكيد ده في حسبان الـ 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 الجهات المعنيه بالموضوع ده. طبعا. طب احنا شهرين ان شاء الله وداخلين على العيد الكبير. وده عيد اللحمه. تمام. توقعاتك بقى ان شاء الله الامور يعني يتم حتى الاستقرار لحد ما نوصل للعيد الكبير، ولا الدنيا الصوره واضحه قدامك ازاي؟ لا يفضل في استقرار باذن الله ان شاء الله. نبقى متفائلين خير، ويا رب يحصل إن شاء نزول الله. كمان يعني نتمنى يكون في استقرار يعني نزول، وعلى الاقل يكون في استقرار، لان انت حضرتك عارف طبعا ان شاء الله يبقى في استقرار ان شاء الله. انا بشكرك جدا الاستاذ مصطفى وهبه، رئيس شعبه القصابين بالغرفه التجاريه بالقاهره.